السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر هاني العيدي. هنتكلم عن VHD أو Virtual Hard Disk is the disk image file format for storing the complete content of hard disk. يعني ايه؟ قالك ال VHD دون بيبقى هارد زي هو بيبقى هارد وهمي، تمام؟ بتقدر تنشئه على الهارد نفسه. هنبدأ نشوفه دلوقتي. The disk image sometimes called virtual machine، يعني ممكن نطلع عليه يعني هارد ماكيني او هارد وهمي. يعني replicated and exciting hard drive and include all data and extraction element. يعني انت ممكن تحط فيه داتا عادي وتتعامل معاها عادي، ممكن تاخده وتحطه على فلاشة وتبدأ تتحرك بيه وتروح توصله في هارد على جهاز تاني في مكان تاني. It can be stored in a way the physical host can access. يعني انت ممكن تحطه في اي مكان يعني زي ما انت عاوز. هنبدأ نشوفه دلوقتي. قال لك في ويندوز 7 بتنشئ في اتش دي عادي، ما فيش فيها مشكلة. لكن احنا هنتكلم على ويندوز سيرفر 2012. اما ويندوز 7 فحضرتك ادي الديسك مانجر، اعمل رايت كليك واقول له كريت في اتش دي، تمام؟ فطبعا كان عندي حاجة اسمها ستاتيك، سوري، في حاجة اسمها دايناميك، وفي عندي حاجة اسمها فيكسد. قال لي ماشي خلاص كده فهمنا. انا فهمت، انا لسه هنشئ، لسه ما عملتش حاجة، بس انا هشتغل على ويندوز سيرفر 2012. تعال بقى نروح هنا على ويندوز سيرفر 2012. طبعا من تولز هفتح حاجة اسمها كمبيوتر. انا فاتح طبعا ده حاجة اسمها سيرفر مانجر. سيرفر مانجر بفتح من تولز كمبيوتر مانجمنت. هيبدأ يفتح المانجمنت دلوقتي، هيبدأ نشوف هنتعامل معاه، بس بتاخد بعض وقت. اد ديسك مانجمنت، عاوز تنشئ بقى هارد بقى وهمي في اتش دي. انا هعمل رايت كليك على المانجمنت واقول له كرييت في اتش دي. قال لي ماشي بدأت انشئ بختله. ده هنا في عندي لاحظت اللي هو هنا في اتش دي وفي اتش دي اكس وفيكسيت ودايناميك لي. الله، طب انا ما كنت في ويندوز 7 ما كانش فيه الكلام ده خالص. قال لك لا، خلي بالك في ويندوز سيرفر، او هتلاقي ممكن برضه تلاقي في ويندوز 8 تلاقي في اتش دي وفي اتش دي اكس. اما اللي قبل كده في ويندوز 7 لا، ما فيش الا في دي اتش في دي سوري في اتش دي، تمام؟ اهو انا فاتح ويندوز اكس بي سوري ويندوز 7، انا شغال على ويندوز 7، فما فيش الا عندي الا في اتش دي بس. فنروح بقى على ويندوز سيرفر نشوف ايه ال في اتش دي. اول حاجة هتحدد مكانه، هتحط مكانه فين زي ما انت عاوز. هتحط البراوزر، وهو طبعا لما انت بتيجي تنشئه بيتحط على الهارد، بياخد مساحة من على الهارد
وبالدليل ان انت بعد كده ممكن تاخد الهارد دوت. هو بيعمل زي هارد وهمي، بس بيعمل هارد وهمي على الهارد، تمام؟ يعني انا هعمل هارد مثلا ايه اهو، تعالى كده عشان نبقى واضحين شوية. انا بفضل ان انا عندي هارد اهو، خلاص. والهارد ده انا مقسمه بارتيشن واحد بس، وليكن انا مقسمه هنا السي، يعني انا مسميه هنا سي، تمام. والسايز بتاعه مثلا 60 جيجا، جيجا بايت. قال لك انت ممكن تعمل في اتش دي هارد وهمي داخل السي بمساحة زي ما انت عاوز، وليكن مثلا 3 جيجا بايت. الهارد ده ممكن اخده بعد ما انا اخلص عليه وانقل عليه الداتا، ممكن اعمله هارد وهمي. هو اصلا بيبقى هارد وهمي، اخده واقوم حاطه مثلا، احط عليه على فيلم، برامج، هنقول افلام، سوري هنقول برامج. فطبعا اقدر اخدها واحطها على فلاشة او في اي مكان، اقوم حاطط الكلام ده من على الفلاشة واحطه ده كأنه هارد محطوط عادي، وتتنقل بيه عادي، تمام. قال لي ماشي لغاية دلوقتي كده تمام. تعالى بقى انا عاوز اشوف الكلام ده يعني عملي. إيه قال لك؟ احنا هننشئ هارد، سوري هننشئ في اتش دي. فبتقول لك انت عاوز تنشئه مكانه فين؟ هنقول براوز وهنفتح هنا البي سي. انت بقى عاوز تخزنه فين بقى؟ على الاي ولا الاف؟ هنقول مثلا هنا، نفتح هنا ونقول الاف ونسميها. طبعا هو بيبقى الاكستنشن في اتش دي، احنا هنسميه وليكن مثلا هاني، تمام. وهننشئه على الاف ونقول سيف. بيقول لك انت عاوزه بقى مساحته ايه؟ ما انت مش هينفع يعني، مثلا هو هنختار هنا ايه، جيجا. انا هختار بالجيجا مش هختار بالميجا، فاقول له هنا 2 جيجا. ما تكتبش 2000 عشان 2000 ما ينفعش. يعني هنا لو قلت 2000 يبقى في الحالة دي هتعملها ايه؟ بالميجا. هيبقى ايه؟ 2000 ميجا، يعني 2 جيجا. انا بقول له لا، انا بختار الجيجا واقول له 2 جيجا او 3 جيجا اللي يعجبك، يعني دي حاجة بس مش هنتكلم فيها. بس ال في اتش دي اخري 2 طيارة. يعني انت لو هتنشئ ال في اتش دي، لا انت اخر هنا 2 طيارة، مش هتعرف تزود عن كده، تمام. بيقول لك في عندي فيكسد وفي عندي دايناميك. ايه الفرق من فيكسد وايه الفرق من دايناميك؟ قال لك الفيكسد 3 جيجا هو هياخدهم من الهارد اوتوماتيك، يعني انا هاخد المساحة كلها من على الهارد واخزن فيها الداتا زي ما انا عاوز. طب الديناميك قال لك لا، هو هيبدأ بمساحة صغيرة، كل ما تحط داتا هيقعد يكبر مساحة الهارد، بس برضه هوصل للمساحة 3 جيجا، مش هعلى عن كده. بس لما اجي في البداية خالص مش هاخد 3 جيجا من هارد، لا ده انا هاخد حاجة كام كيلو بايت، تمام. هنشوف هنشوف ده وهنشوف ده. انا هبدأ بالفيكس وندوس ونقول له اوكي. انا عملته على الاف، هو كده اتعمل خلاص على الاف، خلاص. بعد ما انا عملته على الاف
هننزل تحت كده في الديسك مانجمنت، هتتلاقي هارد اهو، انا هعمل له رايت كليك اهو، سلايد ديسك، اوكي، بي بي ار. هتتلاقي الايقونه بتاعته لو هو هارد في اتش دي تلاقي لونها ازرق، اللي هي الايقونه اللي هنا في الجنب دي. اما ده بيبقى عادي، تلاقي ايقونه لونها ازرق، تعرف اللي ده في اتش دي. نقول رايت كليك فورمات، نيو سيمبل فوليوم، نيو سيمبل فوليوم، هناخد التلاتة جيجا فورمات NTFS عادي. معني انا بديله عم فورمات بس هو هيبدأ يتفورمات وهيبدأ اهو اشتغلت. تعال بقى نفتح ماي كمبيوتر ونشوف القصة. تمام، يا رب يا موسى. معلش هو بيغيب شوية عشان أنا محمل حاجات كتير. احنا نسينا هو 3 جيجا. انا نسيت لان هو اخد هنا في 3 جيجا. طب ثواني ما نشوف بس اللتر بتاعه، هو اخد لتر كيو. تمام خلاص، نفتح هنا ماي كمبيوتر تاني. ادي البارتيشن اخي، هو ده ال في اتش دي. معلش هو جهاز بطيء شوية. تمام، بارتيشن عادي. تمام، لو انا عملت رايت كليك هنا وهنا قلت بروبرتيز، هو قال لي هنا المساحة بتاعتي التوتال بتاعي 3 جيجا، الفيس بيس واليوزد اللي انت بتستخدمه 52، يبقى ده البارتيشن بتاعي. تمام، بس هو موجود فين؟ احنا قلنا حطينه على ال F ولا ال E، ومش عارف ليه بطيء أوي كده. هو كان بره أهو، كان حاطينه على الاف. بس واحد نسى من خطة الهاردات اللي شايفها دي. تمام، انا كنت ممكن اكون مستخدمها في حاجة. تمام، ادي هو ده. طبعا الهارد ده لما عملت دبل كليك هو اوتوماتيك وداني لفين، للمكان بتاعي. وطبعا ده ممكن بعد كده اقوم اخده كده كوبي واقوم حاطه فين، على فلاش. تمام، واروح على الجهاز التاني واقوم ايه اقول له يعني ضيفه على الجهاز. تحطه بقى انت، تشوف بقى تحطه على الاي ولا الدي، على جهاز تاني غير الجهاز اللي انا موجود، يعني غير الجهاز دلوقتي اللي انا شغال عليه. كانوا بنقله على فلاش عادي، انت هتنقله عادي على فلاش. تمام، طبعا الداتا هتبقى ثابتة عليه وتشتغل عليه عادي ومفيش أدنى مشكلة. تمام، وممكن نحط دلوقتي داتا عادي اهي، لو انت فتحت اهو واقدر احط كمان تكست، سوري، واقدر احط كمان تكست نيو، اكتب مثلا عزيزي مثلا. انا بوريك اللي انا بتعامل معاه عادي.
وقال له سيف كده تمام. قال لي انت كده تمام. طيب تعالى ننشئ هارد تاني، هنشوف هارد تاني يعني هنعمل في اتش تي في في اتش دي تاني، بس هنجرب بقى نعمله دايناميك وهنقول له في في اتش دي تمام. انا بعمل رايت كليك على الديسك مانجمنت واختار دايناميك واقول له مكانه فين، هنخليه برضه على الاف عشان مننساش، وهنسميه هنا هاني دي يعني مسافة دي عشان انا اعرف كده دايناميك. التاني هيبقى فيكسد وهنقوله سيف. عاوز مساحته قد ايه؟ هنقول مساحته بالجيجا وهنختار 4 جيجا وهندوس اوكي. اظهر قدامي اهو، رايت كليك سلايس ديسك وهندوس اوكي وهنقول رايت كليك وهنقول فورمات نيو سيمبل فاليو ونختار الأربعة. هياخد حرف لتر ار و ان تي اف اس وفورمات وفينيش. طبعا هو بيعمل فورمات وهياخد لتر دلوقتي هنا اهو دلوقتي، بس ننتظر شوية عشان هو الجهاز حتى بيديك علامة اهو اهو بدأ يشتغل معايا. حرف الار سبلوه تمام. نروح هنا على البي سي فين حرف الار تحت خالص اهو، رايت كليك ونقول بروبرتيز تمام. هو هنا يعني ان احنا مختارين ديناميك تمام. هنحضرنا ديناميك ولا لا؟ تمام ده مساحة الأرض. طب واحد بيقول لي طب ما هي 3 جيجا برضه. قال لك تعالى تعالى نفتح الإف، جهاز بطيء عايش يستعملوني. تعالى كده نعمل رايت كليك على هاني ونقول بروبرتيز هنا ياخد 3 جيجا. هاني دي بروبرتيز 56 ميجا. انا ما قلتلكش ان انت تروح تفتح الليتر وتعمل رايت كليك وتقول له بروبرتيز. انا عارف اللي ده هيبقى 4 جيجا وعارف اللي ده 3 جيجا، ما لازم يبقوا 3 جيجا. طب ماشي ده جميل ده حلو، بس الار ده مساحته 4 جيجا بس. هو مكانه فين؟ انا حاطه فين؟ انا حاطه هنا الفي اتش دي بتاعه فين؟ هنا. فالفي اتش دي بعمل رايت كليك واقول له بروبرتيز هنا 56 ميجا. تعالى بقى احط هنا في الار تعالى بقى نروح هنا نحط ملف. انا عاوز احط تيكست واكتب هنا هاني احمد وسميته هنا احمد واكتب جواه الى ليدي تحت انتر ام سي اس اي تمام. انا اكتب في اتش دي بكتب كلام وهسيف الملف ده وهنقول ايه اقفل كلوز يعني وراح نعرف اعمل رايت كليك بروبرتيز 56 او لسه 56 انا ملف ايه يعني بالبايت. انا بس ما عنديش ملف كبير، ناخد منين يا صلاح؟ ناخد منين؟ مفيش اللي قدام الا السي. لا في حل تاني، في حل تاني استعمال
السباحة مش عارف ده هياخد قد ايه يعني، مثلا ده ملف اهو باور بوينت ده 1 ميجا، سوري ايه ده خالص، ده 1 ميجا، ده دي لا ده مينفعش، ده الملف ده 24، هذا ادي هذا خوف نفتح بس العملية ايه هنقول هنا التولز هنا مش مظبطة، مش عارف اعمل كوبي بيست عشان اظبطها محتاجة وقت. مفيش حل قدامي اللي هرجع للسي، كنت عاوز اخد من بره الفيم وير واحط على الفيم وير عشان ابدا ايه اوفر وقت، فانا هحاول هنا من على السي ناخد اي ملف ناخد اي حاجة من دول 70 كيلو بايت، اعمل بوم هنا برضو ثواني بقى موقف الفيديو ده عشان ما ايه طلعت من فولدر ادفانسد اي بي سكان، اعمله الفولدر ده نيو فولدر ده موجود على الديسك توب، انا اخدته طبعا كوبي واروح هنا اروح افتح هنا الار اقول له هنا بيست، طبعا هو دلوقتي اتنسخ، لو انا روحت على الاف بقى نشوف بقى الديناميك رايت كليك ونقول له هنا بروبرتيز مش هتلاقي بقى 80 ميجا، يعني بيزيد بمجرد ان انت يعني كل ما انت تحط الداتا في البارتيشن ده اللي هو البي اتش دي هو الحجم بيبدأ يزيد معاه، ما انت لما بتيجي تاخد الملف او الفي اتش دي الفي اتش دي لما تيجي تاخده على فلاش بتاخد من هون، انت بتروح تاخد الهارد وتعمل وايت كليك، لا انت بتاخد ده اللي هو هاني دي هو ده هو ده اللي بيتاخد يتحط على فلاش، بس بعد ما بتفصله من على الجهاز. هنتكلم ازاي هنشيله دلوقتي او مش هتبقى في الحالة دي عشان انا قربت اوصل ل 30 دقيقة، تمام كده فهمنا، انا كده فهمت. تعالى بقى نرجع موضوعنا الجميل، طبعا هو احنا هنا اتكلمنا هنا على الاستاتيك واتكلمنا هنا على الديناميك، هو ده ملخص الكلام اللي انا بقوله ايه يعني، ده ملخص اللي انا قلته يعني. تمام فطبعا انت ممكن يعني تختار ديناميك او تختار فيكسد زي ما انت عاوز، مفيش عندنا مشكلة. طبعا انت هنا من ضمن الامكانيات اللي انا ممكن اعملها اللي انا ممكن اعمل له هنا عملية ريسايز سواء ديناميك او فيكسد، ممكن اعمل له هنا اقلل من مساحته او ازود المساحة اعدل في اللي انا عملته قبل كده، قال لك سواء الديناميك او فيكسد عشان تغير لازم نقول بسم الله الرحمن الرحيم هنستخدم حاجة اسمها Edit Virtual Hard Disk Wizard. طب الكلام ده
ما تيجي تعدل في اتش دي او في اتش دي اكس، لما تيجي تعدل فيهم لازم تنزل سيرفيس، مش سيرفيس، لازم انزل حاجة اسمها فيتشرز هايبر في، دي لسه هنتكلم عنها في ميديول 13 على ما اتذكر 13، مش فاكر هيبقى كام، بس ان شاء الله هيبقى 13، هيبقى اخر حاجة يعني هايبر في. الهايبر في ده مقدمة عنه بسيطة، بس هو عامل زي الـ VMware والـ Virtual Box، اللي انت ممكن تعمل مكنة بس من خلال مايكروسوفت تحط عليها ويندوز، بس لما بتيجي تعملها بالهايبر في بينشئ الهارد في دي اتش في في اتش دي او في دي او في اتش دي اكس، تمام، بس من خلال الهايبر في، تمام. طيب تعال كده نروح الويندوز عندنا السيرفر ونشوف هنا الهايبر في. قال لك الهايبر في في، هنفتح هنا السيرفر مانجر، هتلاقي تولز، لازم هتلاقي هنا هايبر في، اه هايبر في، هايبر في مانجر. هايبر في مانجر ده موجود عندي حضرتك، لو جيت فتحت السيرفر ويندوز 2012 سيرفر مش هتلاقيه موجود. طب هتعمل ايه؟ هتقول له اد اولد اند فيتشرز ويزارد، هندوس نيكست، بعد كده نيكست، نيكست تاني، هايبر فيا، انتوا شايفين انه انستول، هو نازل، تمام. بس انت لو عملت الخطوات دي هو مش هيقبل يشتغل معاك، لازم عشان تنزل هايبر في لازم تكون ويندوز سيرفر اللي ماشي، ولازم تكون اكتيف دايركتوري موجود او شغال، لان لو مش عليها اكتيف دايركتوري هيديك رسالة. هو سيبنا من اكتيف دايركتوري دلوقتي، سيبنا من القصة دي، لازم ولا مش لازم. طيب انا الهايبر في لو اخدت نفس الخطوات دي ودوست نيكست بالنسبة لك انت، انا بالنسبة لي خلاص انا عملت له انستول، مش هينفع. طيب ليه مش هينفع؟ قال لك عشان تنزله لازم تفتح هنا حاجة اسمها باور شيل، رايت كليك وتقول له ان از ان ادمنستريتور، وهتكتب 5 أوامر، هيقعد يحمل هو كذا حاجة، وفي الآخر بتقول له ريستارت، تمام. أنا بحكي قصة لكن هي مش عليك، يعني مش دلوقتي، مش عليك، أنا ده لسه لها موال تاني، بس أنا بنحكي القصة اللي هتظهر لك، المشكلة اللي هتظهر لك، تمام. يعني أنت عشان تحلها هتبدأ تكتب 5 أوامر، وممكن تجيبها عادي من على النت، وانا كده على كده هشرحها في ميديو الـ 13 الهايبر في ده. خلاص هو بقى بالنسبه لي موجود، فالهايبر في انا بفتح اهو من قائمه تولز عشان انا نزلته خلاص، وفرت هايبر في مانجر. طبعا عشان تبدا تعدل هتعمل ايديت ديسك وتبدأ تحدد مكانه فين، بس قبل ما تعمل الخطوة دي ما ينفعش ان انت تعدل في حاجة الا ما تعمل لها ايه، تفصله عشان اعرف اعدل فيه، لان يعني هو شغال انا مش عارف اعدل فيه. قال لك تعمل له حاجة اسمها ديتاتش. طب دي هعملها ازاي؟ قال لك تعال نفتح هنا كمبيوتر مانجمنت، ونروح هنا على اللي هو الليتر
اللي هو اللي احنا كنا عملناه دايناميك، هو الأربعية هنعمل رايت كليك ديتاتش ديتاتش في اتش دي، وهنقول له ايه اوكي. طبعا هو قال لك مكانه فين على الاف كذا، تمام. انا كده اقدر اعدل بقى فيه. طب تعدل فيه ازاي؟ قال لك تعالى بقى افتح اوصل، فتحنا الهايبر في، في عندي ايديت ديسك، وهنا في اللوكيشن هقول له مكانه فين. طبعا احنا عارفين مكانه فين، هو خد على الاف، كان اسمه هاني دي، في احمد ده اسمه في دي اتش، سوري في اتش دي اكس، هنختار هاني دي اللي هو دايناميك، نقول له نيكست. طبعا لو انت عاوز تحوله كونفيرت ده موضوع تاني. انا هنا هنقول له اكسبن ونقول له نيكست. هو بيقول لك كانت سايز 4 جيجا، عاوز تخليه 5 جيجا، يعني انا هخليه 7 جيجا واقول له نيكست، تمام، واقول له هنا فيش. انا كده غيرت غيرت في السايز بتاع الهارد. تعالى نتأكد الكلام ده، ممكن أكون بضحك عليك، تمام. قال لك هنروح نفتح مين كمبيوتر مانجمنت، هنروح نفتح الاف وايت كليك اهو، ونقول اكسبلور، هتلاقي هاني دي، هتعمل رايت كليك وتقول له ماونت، هو اوتوماتيك هيفتح دلوقتي، هيجيب الداتا اللي انت كنت حاططها موجودة، مفيش عندنا مشكلة، ما حصلهاش أي حاجة. تعال خلينا نروح على الأر، هو فين؟ هو المفروض يظهر عندي، أنا اخترته 7. تعال نشوف هنا، ندوس فيش. هو المفروض آخر حاجة، تمام. لما ظهر هنا وعملناها 7 جيجا، بقى حطت هنا 3 وهنا 4 اهو اللوكيتد. اعمل رايت كليك واقول له نيو سمبل سمبل فاليو، وهنقول له ايه نيكست، وهنعمله اس. طبعا عشان الداتا ما تروحش، فهو عمل ايه، عمل لك بارتيشن تاني، يعني انت عملت بارتيشن، عملت في اتش دي 4 وما زودت التلاتة، أما عمل التلاتة لوحدهم تعمل في اتش دي، تمام، ويبقى عندك 2 اهو. طبعا بقى في متعتقدش هنا هيبقى في سمند فينيو، هو طبعا عام زود المزود زوده وبس، حطيتهم حطها فين في بارتيشن تاني، تمام، بس اللي هو عمله زوده. طيب كده انا ماشي، انا كده يعني غيرت ال في اتش دي وعملته اهو، زودت لك مساحة. طبعا عشان تعمل ميرج والكلام ده كله، هتضطر في الحالة دي لو انا عملت هنا ديت فوليوم يس، وهنا هيبقى ديليت فوليوم خالص، بس الداتا طبعا واحد، وابدا اقسمه من اول جديد افضل، لان هو مش هيقدر يقسمه، لانه لو عمله 7 جيجا هيبقى الداتا كده هيفقدها، هو كده هيفرمطها ويعمل ايه 7 جيجا.
مهم ان احنا عملنا تعديل من عن طريق الهايبر. دي معلومة موجودة عندي سواء في الفيكسد او دايناميك. يا دي الاعلانات، انا بكره الاعلانات دي ومش عارف ليه الاثنين. تمام، دي حاجة كان بيتكلم عنها في السايز بتاعه، قال لي ماشي. طيب في نوع تاني من انواع، احنا اتكلمنا عن فيكسد واتكلمنا عن دايناميك. تمام، في نوع تالت، ثواني كده. لا انا احاول حتى ايه اوقف وارفع تاني ان شاء الله، يعني اعمل فيديو تاني عشان انا مش عاوز ازود اكتر من كده. تمام، انا هنكمل بس فيديو تاني ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.